السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب براقي، حيث أنه تم بداية عوض الكراسي نتاع الأطقم الفرق، وكذلك نتاع لي رومبلاسون نتاع الفرق. ديك بدأت العملية تاع عوض الكراسي في ملعب براقي اللي سوف يحتضن أولى المقابلات نتاع يعني التحضيرية للفريق المحلي الجزائري اللي سوف يأخذها قبل بداية الشهر. إذن واللي إن شاء الله الملعب هذا سوف يدشن بمناسبة ذكرى أول نوفمبر المجيدة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.